للحديث أكثر ينضم إلينا من لندن مراسلنا بهاء العوام، ومن موسكو مراسلنا أيضا يوسف بقار. مرحبا بكما بهاء. كيف تبدو أو ينظر للفرص أمام هذا الطلب البريطاني في مجلس الأمن؟ نعم، في الحقيقة بالنسبة لطلب بريطانيا لمجلس الأمن فهو مرحب به، وهو لنقل منتظر من قبل المنظمة الأممية والدول المعنية بهذه الأزمة، وخاصة الغرب وروسيا أيضا التي كانت تنتظر نتائج هذا التقرير وعمل اللجنة. بالنسبة لموسكو فهي تريد الاطلاع على كامل نتائج هذا التحقيق، ولكن ما صدر حتى الآن من الحكومة البريطانية وهذه اللجنة هو شيء المقتضب الذي يصف فقط تطابق نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع ما جاء مع التحقيقات البريطانية، وعلى رأس هذه النتائج هو فيما يتعلق بالغاز المستخدم بعملية حديثة التسمم الجاسوس الروسي، مع إضافة أن منظمة الأسلحة الكيميائية تقول أن الغاز المستخدم هو نوع أكثر تطورا من الغاز الذي أعلنت عنه بريطانيا، هو صيغة معقدة تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة لتركيبها. الآن مجلس الأمن حتى أن لم يرد على الطلب البريطاني، ولكن الحكومة البريطانية تشعر بأن تتعامل مع المسألة وكأنها قضية وقت، حيث أن هذه المسألة كانت مدرجة مسبقا على الجدول أعمال المنظمة مجلس الأمن، وسوف يتم الحسم فيها، ربما يكون الرد اليوم. وهنا نذهب إلى موسكو ليوسف. يوسف، كيف تبدو الأصداء وكيف تتفاعل بهذه القضية وهذا الحراك البريطاني الجديد مرة أخرى في مجلس الأمن بشأن قضية سكريبال؟ نعم، موسكو علقت على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص المادة التي سمم بها سيرجي سكريبال. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رابكوف قال بأننا تلقينا هذا التقرير الذي يؤكد بأن المادة التي استعملت هي من نوع غاز مشل الأعصاب، قيل أنها من نوع غاز نوفي تشوك، لكن نائب الوزير قال بأننا لن نعلق على هذا التقرير إلا بعد تمحيصه وبعد تدقيقه وعرضه على الخبراء هنا في العاصمة موسكو. لكن بخصوص تداعيات قضية سيرجي سكريبال عموما، اليوم الخارجية الروسية كذلك شككت في تصريحات الأمن البريطاني والبيان الذي أصدره الأمن البريطاني على لسان يوليا سكريبال التي قال بأنها رفضت المساعدة من السفارة الروسية. الخارجية الروسية شككت في هذا البيان وعلقت بأنه حبك بطريقة ليدل على تلك التصريحات التي يدلي بها الجانب البريطاني. موسكو ذهبت لأبعد من هذا واتهمت بريطانيا بأنها تحتجز يوليا سكريبال وتستعملها وتستغلها في طريقة دعائية لشيطنة ومهاجمة الجانب الروسي. موسكو تعجبت من تصريحات التحقيقات أو من تصريحات الشرطة البريطانية التي قالت بأن يوليا سكريبال تتواصل مع أقاربها وزملائها، لكن موسكو قالت كيف تتواصل يوليا سكريبال مع أقاربها؟ وهنا رفض الجانب البريطاني منح فيكتوريا التأشيرة لزيارة بريطانيا. وهنا تقول موسكو بأن بريطانيا تحاول عزل يوليا المواطنة الروسية يوليا سكريبال في أكبر وقت وفي أكبر وقت لكي تتحصل على وقت كبير من أجل تأكيد اتهاماتها للجانب الروسي. شكرا جزيلا لكما مراسلا الغد، من موسكو يوسف بقر ومن لندن بهاء العوام.